بقى منى عماد البنت اللي مصر كلها اتكلمت عنها، حتى انه الرئيس يوجه مباشرة برعايتها الكاملة حتى تتم كل مراحلها التعليمية والأكاديمية وتخلص الكلية ان شاء الله بمنتهى التفوق. منى دي بقى تربية مدام إيمان اللي ربت وكبرت ودعمت ورق حاجة يعني ما اقولكوش. فيبقى احنا عندنا اتنين ست مصرية وبنوتة مصرية، لو قلت طفلة ممكن تاكلني دلوقتي، مش هقدر اقول خلاص، مدموزيل رائعة جدا. فالاول منورة يا مدام إيمان، عاملة ايه؟ ربنا يبارك لك. كله كويس؟ الحمد لله. ازيك يا ست منى؟ زي حضرتك. عاملة نقول يا دكتورة، قولي شكلها دكتورة. تسلم. هي شكلها دكتورة. تسلم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. منورنا. تسلم، ربنا يبارك لك. طبعا انا منحاز، ليه بقى؟ لانه مدام إيمان طلع عندها نص دمياطي زي حالاتي انا، قليل من دمياط. فدي حاجة. الحاجة التانية انه كمان مدام إيمان عندها نص تاني ده أهلاوي، فأنا جدتي من الدقهلية، شوف بقى. وبعدين منا كفر الشيخوية، بس تمام يعني، ميت فل برضو حبايبنا، ودي حاجة عظيمة جدا. أنا الأول قبل الحقيقة حاجة منا، نسأل ماما الأول، أنت كنت متوقعة أن الزغنطاطة البلية دي مصر كلها ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تتكلم عنها وعن تفوقها وعن شطارتها؟ كانت تيجي على بالك يعني؟ لا بأمان؟ بصراحة لا، بس هو ده كرم من عند ربنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وانتي أروبة بتبص، بص من جنب عينها كده بصة. قولي لي أروبة. لا ما كنتش أظن الصراحة. خالص خالص. انتي داخلة بتذاكري وانا ان شاء الله يعني تمام. انا كنت قلت اول إدارة يعني كده، يعني طموحات يعني. أيوه. بس يعني ما شاء الله الطموحات وصلت الحمد لله. علي الحمد لله. دقرم البنت دي صح؟ الحمد لله. ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. بقى انا وانا في الفصل كده فخرجت اسلم على مدام ايمان ومنى، فبقول لها تطلعي يا ايمان؟ قالت لي هطلع دكتوره. بمنتهى ما شاء الله الثبات والثقه، عايزه تطلعي دكتوره فعلا. ليه؟ اشمعنى دكتوره؟ ليه مش الباش مهندسه مثلا؟ لا انا بحب الطب، بحب بالذات جلديه. انت واخده تخصص يعني رسم عليه؟ ليه؟ ايه اللي جذبك يعني الجلديه؟ دكتور هاني الناصر. دكتور هاني خد بالك بقى من منا، لانه احنا ربنا يديله الصحه رب دكتور هاني الناصر، والله اللي اصلا احبه قوي قوي يعني. في يوم من الايام يرعاكي بقى ايه بالخبره، ياخدك عنده في العياده. هياخدني بكره. بكره الساعه 6. وانا مكشوف عليا الحجاب والله العظيم. ورحمه بابا انا ما اعرف. ونبي هو كلمك والله يكلمك. انا عايزك بكره الساعه 6 ان شاء الله في العياده. والله دكتور هاني والله العظيم. والله العظيم ربنا يبارك له. ربنا يبارك له. انا عايز بقى اعرف مين بيقول ايه؟ مين بتقول ايه يا اولاد؟ السماعه كانت بره. حاضر السماعه، اصل عندي مشكله في السماعات كلها دايما بتطلع. انا بقى عندي سؤال، انتوا لما القصه بدات تتعرف وحاجات زي كده كان في اي توقع؟ احنا بنتكلم مع بعض بقى، مش هنقعد نوزع عن مدام ايمان منا جو البرامج ده انا ماليش فيه. احنا بنتكلم قاعدين عندكم في البيت، مش انتوا اللي في اللي عندنا، احنا اللي ضيوفكم مش انتوا اللي ضيوفنا. كنتوا متخيلين او متصورين انه هيحصل توجيه مباشر من الرئيس؟ لا بصراحه لا، مش في العلبة. هي عملت مداخله مع قنامج في التلفزيون من القنوات وخلاص يعني. بعد المداخله تتوالى الاتصالات، واول استجابه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بجد الحمد لله الحمد لله ان هو اتبنى منا الحمد لله. وسيده انتصار السيسي كلمتك كمان ازاي يعني؟ ايه اللي حصل بجد يعني؟ كانت مفاجاه يعني. هو رقم او اصلا مش رقم كمان يعني، هو حد رن قالوا منا جهات مع حضرتك لحظه بس هنحولك مدام منى معاكي. ازيك يا منى عامله ايه؟ انا عرفتها بقى مدام انتصار بجد بجد يعني. شكرا للكلام كله اللي هي قالته بجد، كان يعني مديني دافع قوي ان انا اكمل. قالت لك ايه؟ قالت لي احنا معاكي وداعمينك، وبجد مصر كلها بتحبك واحنا بنحبك، احنا معاكي احنا داعمينك. كلامها كان محفز قوي يعني. ام بجد، ام بتتكلم طبعا طبعا بجد. انا بشكرها على كل كلمه قالتها يعني.
هي امنا كلنا، وكلامها كان دافع قوي يعني، هو مديني دافع ان شاء الله ان اكمل واخدم بلدي في يوم من الايام. لا ده كمان ايه يعني، السيده انتصار كتبت عنك. كتبت عني بوست وساعدت بحديثي مع ابنتي منة طلاع عماد الطالبه المتفوقه لله. يعني دلع ما بعده، بس انت تستاهلي الدلع ده بصراحه. انا اشجع كل المتفوقين، ببقى فرحان قوي. ممكن اسالك سؤال منة؟ اصل انا ما كنتش طالب متفوق بصراحه. حضرتك يعني ما كنتش خالص، وانا في المدرسه انا ابعد ما يكون عن التفوق. أنا تفوقت في الجامعة بصراحة، بس أنا دايما كان بيبقى سؤال، هو المتفوقين بيذاكروا إزاي؟ يعني في روشتة كده؟ لا عادي يعني، هو وقت المذاكرة مذاكرة، وقت التليفون تليفون، بس أهم حاجة إن إحنا نيجي نذاكر هنحط هدف إن إحنا نذاكر دلوقتي، إحنا مش هنمسك تليفون دلوقتي، إحنا مش هنلعب دلوقتي. مش شرط إن إحنا بقى نذاكر ساعات كتير بقى، واللي يقول بذاكر 8 ساعات 10 ساعات، لأ ممكن تبقى ساعة في اليوم تفيدنا عن كل الساعات دي. يعني مش شرط بقى انا بقعد انا بذاكر 8 ساعات في اليوم، 8 ساعات انت استفدت منها بس ايه؟ بس مش مركز. ممكن ما استفدتش من 8 ساعات. وانا بحب وقت الفجر بجد اذاكر فيه، يعني وقت بيبقى مريح هادي. بتنامي الساعه كام؟ لا انا بنام بعد الدروس واصحى بقى اكمل بقى. اصحى اعيش. اعيش بقى. ايه بقى وقت التليفون ده اللي هو بيعملوا فيه ايه وقت التليفون؟ تمام يعني احنا بنقعد فيسبوك واتساب انستجرام صحابنا، يعني دي موضوع كلنا كده. نفسي اعرف بتحبوا في الكلام ده ايه يعني، بما فيهم ولادي يعني، نفسي اعرف بتحبوا في الكلام ده. عادي تسلم. اصلا بنشوف اصحابنا، ايه ابعت لصاحبي ولا ايه؟ ايوه ابعت لصاحبي دلوقتي. يعني هيحصل ايه؟ اخوات من قد ايه؟ عندي ابراهيم رايح تاني اعدادي، وعندي ان شاء الله، وعندي يوسف 5 سنوات. يوسف؟ يوسف. لا خلي بالك، يوسف دول بيطلعوا عبقرة دايما. عسل عسل. ده اخر العنقود. الحمد لله. ده حبيب امه طبعا. طبعا. ما شاء الله عليه. بس هو عانى كتير بقى، كان مع عندي والدتي طبعا، كان بعيد عني بقاله 2 سنين، بس الحمد لله الحمد لله. يا ان شاء الله حبيبي. بعد استجابة السيد الرئيس ان شاء الله ان شاء الله هيتلم لم الاسرة ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. وابراهيم شطور زي ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه، ما شاء الله، الله اكبر. دي البكريه على راي امين الهنيدي الله يرحمه، كنت بقول لها في حاجات كده جيلك ما يعاش عليها، كان استاذ امين الهنيدي رحمه الله عليه فنان عظيم وكبير، كان عنده مسرحيه كده يقولوا له بنتك، يقول لهم دي البكريه البكريه، يقعد يطبطب عليها. فالبكريه واضح انها عامله زعيمه البيت صح؟ مسيطره. شخصيه ومسيطره. مسيطره. قويه مفتريه منها. والنبي. والله. وبتقولي كده. طب انا اخر حاجه هقول لك بقى عليها، انت مستوعبه ومتفهمه انه الرئيس يوجه بالرعايه والسيده انتصار السيسي تتكلم في التليفون؟ دي مسؤوليه يعني، المساله مش مجرد اللي هو بقى ايه يعني، احنا هنحتفي بالطالبه المتفوقه وهناخد بالنا منها ونرعاها وندلع وكل الكلام ده حلو، بس دي مسؤوليه. مسؤوليه كبيره. يعني مامتك رمت عليكي مسؤوليه وحاطه فيكي ثقه، والريس حطت فيكي ثقه، وقرينه الريس حاطه فيكي ثقه، وكل مصر قاعده مركزه باذن الله سبحانه وتعالى معاكي ايجابيا، وربنا يبعد عنك العين يعني. ان شاء الله ان شاء الله. منة ان شاء الله لما مامتك بتقول احنا عايزين بعد 3 سنين تيجي البرنامج ده وانت من الاوائل، انا قلت ايه؟ الاولى ان شاء الله. لو كان لي عمر اوعي تخذليني. حاضر. ان شاء الله ربنا يبارك لك. ربنا يا رب يخليها لك ويخلي لك اخواتها يا رب. وده زي ما نقول كده يعني بالبلدي عندنا في بلادنا، بحق جاه النبي واهل بيته نشوف الثلاثة احسن عيال في الدنيا باذن الله. اللهم امين. الله. عايزه تقولي اي حاجه؟ ايه؟ عايزه اشكر ماما. طبعا اشكر ماما، كانت اب وسند وام وعيله. طبعا كانت ست مصريه جدعه. وعايزه اشكر سياده الرئيس وحرمه بجد، شكرا على الدعم وشكرا على كل الكلام ده بجد، يعني انا مش عارفه اقول ايه. وشكرا لمدرستي وصحابي، واحب اشكر صحابي اسما. قولي. احب اشكر مريم اهاب. اوكي. واحب اشكر ملك حسين، واشكر اماني عكاشه، واشكر شهد محمد. بجد دول اكتر 4 وقفوا في ظهري، ممكن كنت بحبط، كانوا هم جنبي، لا احنا جنبك، احنا اخواتك، احنا معاك، احنا صحابك. كانوا مش صحاب بس اللي هي صحاب احنا صحابه بس، لا كانوا يجوا يقعدوا معايا في البيت احنا عبارات تمام، كانوا يجوا احنا معاكي يلا قومي، يرنوا عليا قومي يلا هتذاكري. كانوا بجد كانوا دافع ليا قوي. صحاب بجد. صحاب بجد. وبجد انا بشكر الاربعه دول من كل قلبي. مدرستك اسمها مدرسه ايه؟ مدرسه الحمول الرسميه للغات. مدرسه الحمول الرسميه للغات. بتشكري المدرسه؟ بشكر المدرسه جدا.
ومدير المدرسة مستر محمد معروف ومس سوريا ومدرسين المدرسة كلهم يعني بجد كانوا داعمين ليا جدا في وقت انا كنت مش قادرة اكمل. كانوا لا انت هتقدري هتكملي، والحمد لله الحمد لله. يعني عارفة يا منة بعد 50 سنة انا اكيد مش موجود يعني الا بامر الله، لو ما لقيناش اسمك في كتاب القراءة في المدرسة باعتبارك واحدة من اهم الستات اللي في مصر مش عارف ساعتها هنتقابل ازاي بقى، اكون انا خروحت. لا ان شاء بس الله. بس انا بحذرك من دلوقتي لازم اسمك يبقى في كتاب القراءة. الروح اللي انا شايفها دي عايز اشوفها في كتاب القراءة تدرس ان شاء الله، تدرس وتسلمي لي بكره على دكتور هاني والنبي قال امانه. حاضر. الله يسلم حضرتك. نورتينا يا مدام ايمان. تسلم. ربنا يبارك لك. اللهم يقدرك يا رب ويساعدك وكل مصر معاكي باذن الله يا رب ان شاء الله ويوفقك يا رب وكل الدنيا معاكي بامر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. نورتوني وشرفتوني واسعدتوني وابهجتوني الى ابقى تقوليش كده اطلاقا، ده انا اللي ليا كل الشرف. تسلم. ده احنا يا بختنا انكم نورتونا النهارده. الله يخليك. ربنا يبارك لك يا رب. احنا كنا قعدنا حبه وكنا بعتنا جبنا عشاء كده. تسلم. تسلم. هتروحوا يا جماعه على الحمام النهارده؟ لا احنا ميتين بعون الله ان شاء الله باذن الله. القاهره منوره باهلها. ربنا يبارك لك. وكان لقاء بحقيقي اسعد قلبي والله العظيم واسعد روحي مع منة عماد ومدام ايمان عادل والدتها الرائعه العظيمه اللي مخرجه لنا باذن الله 3 ولدين وبنت الزعيمه، وباذن الله يبقوا احسن عيال في الدنيا.